تعطى المشككون اللي كيتكلم بك ولا ساعه وهو ما عرف شنو ساعه وكذا. وفي نفس الوقت اقترح على الاخوان، انا ما غنتكلم ارقام ولا شي حاجه، سير رجع وضح لك شي مزيان ونزلوا مزيان، هذا هو الاعمال الاوليه، هذا هو الولي. اما يقول اخر ميطو المهم ها الولي بالتفاصيل باللوح، اللوح المسلم الحنش عاد كينزل بالسلام ورا الحنش التحنش هو اللي شفنا دابا نزلنا عندنا وبسط داك الشيء وفهمناه كل شيء فهمناه، ولا احد شي واحد من هنا الان غادي يخرج ومشوف كسالة على كل شيء اللي عرفت. وكان ذكي هو من يعمل ما قبل 20 وما بعد 20 واضح. اخوان احنا انا كنقترح الاخوان جوج اقتراحات، اقتراح الاول واحد كتيب او واحد المطويه ديال ثلاثه ديال ورقه ثلاثه الورقات على حسب داكشي اللي كاين في المشروع او الحاصله اللي عند الاغلبيه باش نوصلوا لهذوك اللي حاصلين في المعارضه الحاصله ديال الاغلبيه باش نوضحوا للي حاصلين في داكشي اللي كيخدموا عليه بالتبخيص وتشكيك وكذا. في نفس الوقت كنقترح عليكم السيد الرئيس انتقال 12 جهه، ثلاثه احزاب، ثلاثه اربعه احزاب، اربعه طنجه، اربعه سوس، اربعه الصحراء، اربعه في الوسط، على حسب الاشخاص اللي غادي يواكبوا في المنطقه ونعاودوا عند الناس. راه هذا الكلام اللي قالوا القيل وهذا الفيسبوك راه خلط ما بقى يعرف بنادم حتى باش فين كاين الصح. واخا انا عند الاغلبيه وعند الناس اللي هما العقلاء، ولكن الناس اللي مهزوزين مساكين هي مرة كتشبر 50 بوك ولا كيعرف البوك ب 10 دراهم. جات عندي واحد السيده قالت لي ودي راه خصني نخلص الكرا شحال كان ليها؟ قالت لي 40 فرن. هكا ما جبرتيش 50 فرن؟ قال لي خلص بها حوايج اخرى كريدي والموظف. يعني شبرات 50 فرن وكتغوت على 10 دراهم. راه هذا اشكال. خص نزيدو نوضحو الناس. وفي نفس الوقت السيد الرئيس انا كنزيد ناكد انا شخصيا كنزيد ناكد التمسك ديالنا لا شك فيه، وهذه السيره اللي غادي بها راه ممتازه، والناس اللي كيقودوا هذه المسؤوليه راهم عقلاء، ولكن خصنا المواكبه ونزلوا عند المواطنين. راه الله يرحم والدين الان خصنا نهودوا دابا. انا خصني نعطي شي اشاره نسجع السيد الوالي من اولياء الله اللي ربما السبب كان اغلط شي يقول هذا وقال هذا، هذا هو الوالي. خصني نقول واحد الميساج واحد باقي استخلاصه اللي حنا في الجماعه مغرقين به خصو يعملوا الحل، وخصو يستدرك واحد الموضوع ديك الشيء اللي داروا ديال ديك البونكوم اللي عملوا مؤخرا ديك التعديل عاود داروا واحد المشكل. تصور عندي 6000 درهم ديال الجر دا سي مرزازات قلنا له عاجل قالوا بشحال غادي يجي وبشحال غادي يرجع وخلينا واحد ودابا الموسم الصيف والجاليه ما جا خصنا نصبوا الشجر نصبوا الشارع كذا حنا هذا عاجل. اسامي ثاني او كنقول زعما ميساجات ماكسيموم على الطرف ولكن